السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجبتنا اليوم برجر لحم بجبنة شيدر. المكونات عندي لحم عجل، جبنة شيدر، بطاطس جاهز بقلي. الإضافات حتكون الصوص، المكس صوص اللي هو المستردة مع المايونيز مع الكاتشب، بالإضافة للبصل، طماطم، الخس. رح نقلي البرجر بعد ما نتبله بالملح والفلفل الأسود ونكوره إلى 3 قطع أو 4 قطع. الكمية هي بتكفيك من 3 إلى 4 قطع. أنت طلع 3 لأنه عندك 3 حبات خبز ساندويش. سوي 3 كوار، بعدين خلطها بالملح والفلفل الأسود وعركها مظبوط. عركها ها حلو. تعرف شو العرق؟ قبل يعني البداية وش؟ عاملة معاملة كبسة. وعلى البداية وش؟ تعجنها تخبزها اللي هو. عاملة معاملة كبسة. البداية شلون؟ طبخة شلون؟ البداية حتخلط اللحم مع الفلفل الأسود والملح. حلو. تمام؟ كلها كاملة. بعدين تاخذ 3 كوار من اللحم، تسوي 3 كوار وترقها بإيدك، تخليها رقيقة مرة. حلو. بيكونك محمي التاوة هنا، انزل باللحم، لازم يطلع صوت بسيط. بس تنزل باللحم، انزل بقطعة زبدة مع كل قطعة لحم قطعة زبدة. حلو. وحط الروزماري، هذا الروزماري بيعطي نكهة مع الزبدة. حلو. تمام. أثناء تحضير اللحم بيكون بهاج صاحبك اللي بده يساعدك بالطبخ عم يدهن لك الساندويش بالمكس صوص، بيخلطه وبيحط قطعة طماطم، قطعة بصل، قطعة خس، قطعة اللحم، وبسكرها وبتلفها بالقصدير وبتكون جاهزة. هذه نحطها الحين، نصبها في الفلفل والملح الحين. ايه. بعدين تخلطها بالملح والفلفل، بعدين كورها 3 كوار. خلطها هنا ولا لا؟ تخلطها هنا، هنا حتقليها. خلطها بقدر تاني. حلو طيب. وكور 3 كوار. ايه. والكورة خذها رققها ونزلها على النار وحط لها قطعة زبدة. هذه الزبدة بتكك في 3 قطع. تمام؟ يعني نجيب الخلطة أول شيء نحط عليها ملح، وشو نحط عليها؟ وفلفل أسود. حلو. تمام. نكورها 3 كوار. 3 كوار. ونحطها نزلها. ما تحطها كوار. لا لا وشيء عشان. رقيقة مرة. إيه. بتحطها بعدين بتضيف قطعة الزبدة، بس ساحة الزبدة بتحط روزماري شوي رشة بسيطة. تعطيها نكهة. كل ما بدك تعيد تقلي واحدة عيد الكرة نفسها. زبدة روزماري. أقليها بزيت الردو. لا عندنا زبدة، ليش الزبدة؟ أبكتب أنا بكتب، أعطي بالقلب معليك. خلاص خلاص جاهزين شباب؟ خلاص عندنا أنت يلا. وين جدر إني؟ كم التوقيت أبو علي؟ أبو علي كم التوقيت؟ الوقت 9 دقائق. 9 دقائق؟ لا 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 وين؟ وجد الحلقة. يلا خضير يلا مالي صادق؟ شو شاطرين يتأخروا يعني؟ لا.